السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة عبد الحكيم حنيني أحد مؤسسي كتائب الشهيد عز الدين القسام وأحد الأسرى المحررين. أبو حذيفة، مرحبا بك. مرحبا بك أخي أحمد. كنا نتحدث عن محاولة الهروب التي أشبه ما تكون بفيلم هوليودي، و كيف استطعتم أن تحفروا في السجن بقياس بلاطة واحدة 20 في 20 سنتي نفقا حتى تهربوا منه؟ نعم. إيه أصعب اللحظات اللي واجهتكم في الحفر؟ طبعا هناك صعوبات نسميها عملاتية في العمل، وهناك في الأصعب منها والأشد كان بعض المحطات والمواقف مع السجانين عندما كادوا يكشفونا. هذه كانت يعني كانت من أشد الأمور. يعني مثلا عندما تقريبا كنا قاطعين 7 متر أو 8 متر بالضبط، كشف بعض الأتربة في خارج السجن. في إحدى الأيام فوجئنا بهجوم مفاجئ من حوالي 100 شرطي سجان. وبيقتحموا ايش؟ بيقتحموا القسم. زنزانة؟ لا، بيقتحموا القسم. كان فيه كم زنزانة؟ 17 زنزانة بالضبط. فجاء طبعا ضابط الامن، ضابط المخابرات، الاستخبارات، المدير، كل الضباط السجن. انت طبعا طلعت، انا كمسؤول. نعم. شو القصة؟ شو فيه؟ فبقولوا احنا وجدنا تراب، وفي على ما يبدو حفر. قلت لهم ايش حفر؟ احنا شو بدنا نحفر؟ شو بدنا كذا؟ ما انا طبعا نفيت الموضوع ودافعت بكل ما استطعت عن الفكره. طبعا هم بداوا يفتشوا الغرف، بداوا يفتشوا في الغرف، فتشوا كل الغرف بما فيها غرفتكم، بما فيها غرفه الحفر. من فضل الله تعالى ما لقوا شيء. انصدموا هم طبعا. البلاطه كانت طبعا مغطاه بشكل رائع، كانوا يغطوها من تحت، يحطوا كماش ويزبطوا ويخملوها ويحطوا شوية تراب ويرجعوا البلاطة ويدهنوا كل ذيالها. كانوا عاملين الشباب خلطة، يعني كل يوم يعملوا القصة دي، كل يوم يعملوا خلطة ويزبطوها، ونفس لون الاسمنت اللي ذيال البلاط. طبعا هذه الخلطة بتكون من معجون اسنان مع معجون احلاكة مع كذا مع حبات دواء، اختراع. يعني اختراع. المهم يخرج اللون بحيث أي واحد ينظر إلها ما يشك فيها نهائياً. فكان يومياً يسكروها بهذه الطريقة، والحمد لله رب العالمين، ربنا يومها سلم. يعني بس حدث فيها حدثين مهمات في الفحص. في المجاري فحصوا كل مجاري الزنازين اللي بخرج، ما وجدوا ولا طبعاً أي شيء إطراب. استخدموا حاجة بعيدة، فهذا أقنعهم إنه ما في إشي في هذا القسم. ولكن صار خلل. الخلل أثناء التفتيش، واحد من الغرفة اللي فيها الهريبة بده يخرج المناشير عشان التفتيش، مشان التفتيش ما يشكوا في الغرفة. فراح أعطاهم، أعطى الشاب أحد العاملين في منسميه في الساحة اللي يعني بيشتغلوا لخدمة الأسرة، من الأسرة نفسه يعني أسير بقوم على خدمة الأسرة. فأخذ المناشير ملفوفات كويس وأعطاهن لشاب آخر اسمه جميل الزعتري، عايش معي في نفس الغرفة. فقال له خب هدول. هو ظن أنه غرفة أبو حذيفة كمسؤول وكممثل مش هتتفتش، يعني ممكن يراعوا فيها شوية، ده السلطة. فالأخ اتفاجأ مفاجأة في المناشير، فراح مخبيهن بطريقة يعني سهلة، ما معه فرصة يعني السجانين على باب الغرفة. فدخلوا الغرفة، الضابط وجد المناشير فورا. هو شو عمل؟ عمل حركة الله أتيسوا فيها، يعني سلط عليه جند التياسي على هذا الضابط. فورا انسحب وظل طالع وراح على غرفة المدير وقال له أنا لقيت في غرفة حنيني، في غرفة أبو حذيفة، لقيت المناشير هاي. مسك خدها يعني، أخذها وراح. طبعا أنهوا التفتيش، استدعتني الإدارة أنا على مكاتب الإدارة. أول حاجة ضابط المخابرات
بقول لي يا ابو حذيفه في حفر، في تراب، احنا وجدنا تراب. قلت له اسمع انت فكر من ناحيه منطقيه. قلت له كلمه ضل عايرني فيها كل ما شافني هو طبعا بعدها. قلت له اسمع انا فلاح ابن فلاح. انا فلاح وبعرف انه هذا التراب الاحمر لا يمكن الحفر فيه، هذا بطون، هذا على عمق متر ومترين هذا بصير بطون. انت لو في عسقلان لو في الرمل بتقول والله سهل الحفر، بس انت يعني فكر، انت يعني فكر في عقلك كيف هذا الاسير بده يحفر في التراب اللي زي البطون هذا. ولا بقول لي والله انك صادق، ابصر هذا التراب من وين جاي. ضللته اقتنع بالفكرة بس لما كشفته طبعا سأتي عليها يعني شو كان ليومها. فالمدير دخلت الى غرفة المدير بقول لي احنا وجدنا في غرفتك المناشير هذه. انا صرت اضحك، قلت له في غرفتي؟ قال لا. قلت له اسمع انا بتعرفني انا ابن حماس وانا متدين، بس بقول لك والله انه هذا الكلام ما هو صحيح. وانت على يقين لانه ما كانش انا بالفعل فكرة. انا حلفت يمين صادق نعم انه ما بعرف. قال لي الضابط هيو وجدهن. طبعا اللي انقذني من الموقف انه قبل ايام كانوا في سجن اخر في سجن الكرمل، كان الاسرى في قسم للاسرى الامنيين ضبطوا الاداره نفسها، ضبطت سجان حاطط سكينه للأسرة في زنزانة عشان يورطهم مشان يعاقبهم. فكشفت الإدارة السجن التمثيلية هذه واكتشفت أن السجان اللي حضرته نعم. فقلت له على ما يبدو أنه في سجان عندك عامل إن فخ فخ بده يعاقبني. أما أنا بقول لك أقسم بالله العظيم وأنا صادق في يميني أنه هذا الكلام ما علمت فيه ولا كان في غرفتي، ولن أقبل كمسؤول عن القسم إني أحط مناشير. قلت له أنا مجنون مسؤول في القسم، لو عندي مناشير بدي أخبيها بخبيهاش في غرفة غرفة المسؤول. المدير اقتنع وعساس يمرر قناعته يعني قال خلاص يعني انسوا الموضوع. وبالفعل ربنا نجانا من عقاب شديد، وحتى كل الشباب اللي معي في الغرفة من فضل الله تعالى لم يعاقب، ولكن على فترات تم نقلهم من الغرفة. يوم رجعت على القسم بنادي على أبو صهيب جميل الزعتري وهو أخ حبيب، هو الآن محرر يعني في الخليل. بقول له يا أبو صهيب إذا معقول هذا؟ قال لي آه. قلت له يا زلمة طب أنت أنا اللي جاب لك إياهن؟ لو قل لي ودى لي إياهن جميل مسك، ودى لي إياهن بشكل مفاجئ، والسجانين أمام الزنزاني ما معاي مجال أقدر أخفيهن بطريقة فنية وبطريقة ممتازة يعني. فهو نفس الفكرة، جميل مسك ظن إنه غرفة أبو حذيفة يعني ممكن يكون تفتيشها عابرا وسهلا يعني. هذه أول ورطة. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يعني يومها يعني سلمنا منها بشكل يعني من فضل الله تعالى، رغم كانت قلوبنا يعني وصلت مثل ما يعني الحناجر، ظننا إنه خلص. نعم. القصة الثانية اللي هي كانت هذه في نهاية يعني في الأيام الأخيرة في نهاية النفق، عندما وجدوا كمية هائلة من التراب في الخارج. كنتوا لسه بتحفر؟ احنا بنحفر يوميا نفس البرنامج. التراب ده كان طبعا المجاري بتقذفه بره، بتقذفه بره فيتراكم، لأنه كان المجاري الرئيسية قوية. سجن ضخم في 1200 أسير، مطبخ ضخم، يعني كميات مية مية ومراحيض أجلكم الله وكذا وحمامات، فكمية المياه اللي بتيجي على المجاري الرئيسية ضخمة، ولكن بعد مسافة هي استطاعت أنها تتجمع. يومها جاءوا ليفحصوا، قالوا لنا في إشي في إشي لازم نفحص. فكان القرار أنهم يخرجوا كل الأسرى من كل زنزانة ويدقوا بلاطة بلاطة. بده يدخل الضابط مع السجانين في عصا طويلة وبده يخبط على كل بلاطة ببلاطتها. احنا بدأوا طبعا هم في غرفة واحد، يوم بدأوا في غرفة واحد في هذه الطريقة كلنا اللي بنعرف في الهريبة طبعا خلاص ايقنا انه الموضوع دور جاي خلاص، ما في مجال. كشفنا. فبدأ الشباب الموجودين في غرفة 16 بدأوا
اللي له حذاء في الساحة ناولني حذائي، اللي له غسيل جيب لي غسيلي، خلاص يعني بدأ يجهز العقاب حاله إنه إنه الأمر خلص انتهى يعني، ولابد إن يعني إنهم يكشفوا الآن، لأنه بلاطة بلاطة، فحص بلاطة بلاطة. ففحصوا كل الغرف، وهي كان قدر يعني إنه غرفة 16 صارت قبل الأخيرة، فالفحص بده يكون برضو متعب يعني للسجان وللضابط. فكان يعني هدوا إلى طريقة برضو ذكية جدا أمنية رائعة، حضروا أكل الشباب وفرشوا على البلاطة اللي بيستخدموها البلاستيك، حاطين أكل وحطوا الأكل وقعدوا. الضابط عربي درزي يعني درزي دخل طبعا، وقفوا له شباب فتح وتحديدا هلال جرادات، وكان متقنا رائعا في التمثيل. يا ابو حسين، اسمه ابو حسين، يا ابو حسين الا تتفضل معنا، عاملين كلايه بندوره من احلى ما يكون، صدقني الا تقعد تاكل معنا. وبدا ايش بهذه الطريقه يخجل في الضابط انه لازم تقعد. طبعا الضابط لا يمكن انه يشارك، يا شباب صحتين وعافيه صحتين وعافيه، ولكن احنا العرب من عادتنا ان منقومش الناس عن اكلهم، كملوا اكلكم بس اعطوني فرصة افحص البلاط. قالوا له تفضل افحص ما تشاء. طبعا بدأ دق 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 كل البلاط والبلاطة اللي عليها. هم طبعا كاموا يعني، هم كاموا مشان سابوا الاكل، يعني خلوا الاكل مكانه. هو طبعا خلاص قدر رب العالمين لم يهده الله انه يرفع الاكل، ظلت البلاطة كما هي. فهذه طبعا كانت، أنا بقدرش صدقا يعني أوصف لك يعني سجدة الشكر اللي سجدناها يوم انتهى هذا الفحص. كان في اليوم كم من الحفر؟ أنتوا 77 يوم قضيته. نعم. كان 60 50 في الحدود دي؟ المعظم الأيام، إلا أيام يعني أمنيا يعني ما نقدر يعني نحفر، ولكن معظم الأيام وتحديدا في الليل. وهنا يعني برضو يعني طب الليل بيبقى فيه سكون، ما فيش صوت طبعا. انت يوم تحفر على بعد على بعد مترين ونص، ما في صوت، اكيد ما في صوت، لانه ما احنا اللي في الغرفه ما كان يسمع الصوت، اللي في الغرفه ما كان يسمع الصوت نهائيا. وهنا يعني اسجل على للاخوه في فتح وتحديدا لهلال جرادات، كان متقن رائع في الضحك على السجانين. ازاي؟ طبعا هو كعامل بيشتغل في المغسلة كان يحتك مع السجانين يوميا، افتح سكر خد اعطي زي هيك في خدمة الأسرة. فهو كان يروح يدخل على السجانين في المكتب، يقعد يقول لهم انا عارف بعدين مع حماس، بعدين مع هذول الشباب حماس مجننيننا في هالغرفة. طبعا السجان يفرح يتعاطى انه يعني والله في واحد جاي يعطيني معلومه، هيك كان يتعاطى مع الموضوع. شو في يا هلال؟ يقول له يا رجال هذول مش مخلينا نحضر التلفزيون، اي فيلم بدنا نحضره سكر، ممنوع، دين، صلاه، عباده، زهقنا، بطلنا نقدر نعيش في هالغرفه، بدنا ندور على غرفه اخرى، خلاص المشاكل يوميا بيننا في الغرفه، انتوا بتسمعوش المشاكل اللي بينا. طبعا احنا نكون عاملين تمثيليات داخل الغرفه، زعيق واقعد وليش كذا وزي هيك، فالاداره تشعر انه بالفعل انكم بتتصارعوا مع بعض. فلذلك كان ضابط الاستخبارات مبسوط، كان يجي علي يقول لي شو في مال الغرفه 16 مش قادرين تحلوا مشكلتها، يا ابو حذيفه انت حل هالمشكله يا ابو حذيفه، مش قادر. وانا طبعا وهو كل نقمه وسعاده وانبساط يعني. انا اكمل التمثيليه كله، والله متغلبين الشباب ومش متفاهمين مع بعض وبحاجه لناس تساعدهم وكذا وزي هيك، وبنحلها وبنقعد مع مسؤولين فتح وبنحاول نطيب القلوب. انتوا كل غرفه كان فيها تلفزيون؟ نعم. هذه طبعا هذا التلفزيون ده حصلتم عليه بالاضرابات وطبعا هم بقوا متحكمين في القنوات. كان بحط لكم غصب واحد وغصب اثنين ولا كنتوا انتوا بتحددوا؟ هي كانت العبريه اساسيه، العبريات اساسيات كانوا طبعا في فتره عندما بدا، ما زلت وهذا الشيء بالشيء يذكر لانك سالت عن التلفزيون، عندما بذكر ما زلت بذكر عندما بدات الجزيره
بدأنا نشاهدها من 97 طبعا، وكان قرار حماس في السجون القناة الوحيدة التي لا تغلق الجزيرة. والإسرائيليين كانوا سامحين ليك تشوفوا أيامها؟ نعم، بقيت الجزيرة حتى حرب غزة عندما اعتبروها قناة محرضة سكروها 2008-2009. نعم، وبعدها حتى خضنا ضراب، وكانت من أهم مطالبنا مشاهدة الجزيرة شيء بشيء. يذكر نعود إلى الهريبي. طب أنت طالما ذكرت الجزيرة، أنا في سنة 92 أنا عملت حوار حول الأسرى، وكان ضيفي في الحوار كان المحامي الفلسطيني فارس أبو الحسن. فارس أبو الحسن ما زلنا نذكر، والحلقة كانت في 20 سبتمبر 2002. نعم، ورتبنا اتصال مع السجن. نعم، وبعدين انت بعد ما تحررت قلت لي انك انت اللي اتصلت عليا في البرنامج. نعم، في بلا حدود في الحلقة دي من السجن. نعم، ازاي قدرتوا تدخلوا تليفون؟ هذه طبعا قصة اخرى في التهريب وفن التهريب. طبعا احنا كنا يعني طبعا الاسرائيليين اتجننوا ان في اسير جوه السجن بيتصل مباشر على الجزيرة. نعم، هي أيامها طبعا إحنا عندما حرمنا من الفترة اللي حكيت لك عنها، حكينا في حلقة سابقة إن حرمنا من مشاهدة أهالينا سنوات. فكان خارج في الأسواق اللي هي الجوالات الصغيرة هذه. فبدأنا نفكر حتى نعوض ونسمع صوت أمهاتنا وأبائنا وأزواجنا. أصبحنا نفكر في آلية وفي طريقة نهرب هذه الجوالات حتى نستطيع أن نحادثهم. من فضل الله تعالى أيامها استطعنا أن نهرب مثل هذه الأجهزة، وفتحنا معركة مع مصلحة السجون عليها، واستطاع الأسرى الفلسطينيون أن يرشوا سجانين أيضا بمبالغ. يعني تخيل الجوال الصغير كنا ندفع للسجان 10,000 شيكل، يعني ما يقارب 2500 دولار ثمن الجوال الصغير، النوكيا الصغير ولا السامسونج الصغير هذا، من أجل إرشائه وأنه يحضر لنا هذه الجوالات. فمن فضل الله تعالى استطعنا أن نتحدث معك يومها من هذه الجوالات المهربة، ورتبنا هذا وتحدثنا مع المحامي طبعا، وقنعناه وطرحناه له. وأنا بذكر يومها زودناك بمجموعة من المعلومات عن صحيح. عن الأسرى الفلسطينيين. طب إدارة السجن عرفت؟ هي بتعرف أنه عندنا جوالات، ودائما عندما يأس بيغض الطرف لا, يعني لا 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 ما بيغضوا، وما زالوا لليوم يأسوا من إنهاء هذه الظاهرة. يأسوا من شدة إصرار وعزيمة الأسرى إنهم يستمروا فيها، لأنه من ناحية إنسانية يعني عندما تشاهد أسير 10 سنوات لم يشاهد والدته، 10 سنوات، 6 سنوات، 4 سنوات، مش شايف أمه، مش شايف أبوه، مش شايف زوجته، هو يحفر في الصخر ويحارب كل العالم من أجل إنه يسمع صوته، من أجل أنه يشوفها، من أجل أنه يرى، يعني يرى على الجوال مكالمة فيديو، يرى وجه أمه مثلا. فهذا مستعد الواحد يدفع حياته مقابل هذا السلام، هذا الجوال. لذلك إدارة السجون يأست أن تقضي على هذه الظاهرة، فبدأوا خلص زي ما كانوا يقولون دائما، نحن نلعب معكم في هذه المعركة البس والفار، نحن نفتش ونبذل كل ما نستطيع لإيجادها، وأنتم تهربون وتخفون، واللي فينا بلكا بكسب. يعني كانت سياسة معركة الجوالات في، وما زالت طبعا في السجون. نعود لمحاولة الهروب اللي بيقول عنها إبراهيم شلش: قد يبدو ضربا من الخيال أن نتحلى بمثل تلك الجرأة ونحن أسرى القيد وبني صهيون، ولكننا أسرى الحرية كذلك. نعم، هي يعني وصف دقيق عندما تقول يعني ضرب من الخيال. تخيل أخي أحمد، عندما قطعوا أمطار 10 أمتار و 12 متر بدأ الأكسجين ينفذ. طب بدنا طريقة اللي يعني نص متر دي يعني بدنا طريقة نوصل الأكسجين للي بحفره. أيوة، فطبعا في الغرف عندنا الهوايات موجودة، فإحنا بطريقة المراوح تقصد؟ المراوح دي برضو حصلتوا عليها بالإضرابات. فإحنا بطريقة صممنا زي بوق من قماش أو بلاستيك، خيطنا قطع بلاستيكية وقطع قماش، وهذا يعني صرنا نحطه على باب النفق ونحط المروحة
الدور على باب النفق. بحيث وعبر هذا يعني الأنبوب البلاستيكي أو من القماش نمده لآخر ما تصل النفق من أجل تزويد هذا الحفار بالهواء حتى يستطيع أنه يواصل الحفر، أنه يستمر. وطبعا كانوا في يعني عندما تقدموا في الحفر كان يصعب عليهم حقيقة، يعني يريحوا بعض كثير ويأتوا ويذهبوا ويروحوا، وكان التعب الجسدي قد بدا واضحا عليهم كثيرا. نجحنا في عمل فتحة صغيرة خارج النفق تبعد أمطارا قليلة عن برج عسكري للمراقبة. ده عباس شبانة المهندس صاحب الفكرة. نعم، لا شك أنه في النهاية وصلنا الحمد لله، ولكن قبلها في أحداث مهمة لابد المرور عليها. إيه أهمها؟ لابد المرور عليها. يعني مثلا في آخر، يعني هي كما قلت كانت الخطة أن نحفر إلى ما بعد الشارع، ولكن ماذا حدث في أثناء عندما صار قناعة عند إدارة السجون أنه في هناك يعني في شيء، فجابوا حفروا حول القسم بعمق متر متر ونص، جابوا ماكنة حفر وحفروا خندق حول السوق حول الجدران من داخل السجن. لا من داخل السجن بس يعني على حد الزنازين. حفروا متر ونص ما لكوا شيء. انتوا كنتوا حفرين مترين ونص. مترين ونص. اثناء هذا الحفر كسرت معهم الماسوره بتاعت الميه اللي منذوب منها. هذا بذكر كان يوم خميس. دي اللي بتزوب اللي بتدخل لكم ميه؟ لا، هذا اللي بتصرف التراب. اللي بتصرف التراب اللي بتاع المجاري يعني. فكسروها. يوم كسروها خلعوها. فهم طبعا كانوا الشباب يتصنطوا عليهم من الشباك، من شباك الزنزان الصغير، وهم مش شايفين انه في حد بتصنط عليهم. فالضابط بكله هاي التراب في اثار للماسوره، في تراب هين. فروح شو عملوا هم؟ طبعا جابوا زي مجرفه حديد طويله ونزلوها في المجاري تحت طلعوا تراب. طلعوا وجدوا في تراب تحت في اخر المجرى في نفس الماسوره اللي بتصب فيها الماسوره، فقالوا في هنا تراب. قالوا هل معقول في خلل في تراب؟ منين بيجي؟ منين كذا؟ فقالوا هذه الماسوره لمين؟ قالوا هذه للمرحاض المهجور. طبعا لهم بكله روح افحص هذا المرحاض. فلف ودخل القسم السجان وجاء على المغسله وأبعد المغسلة وفحص المرحاض. المرحاض مسكر مغلق تماما. فبيحكي معاه على وكان هلال جرادات بسمعه على الجهاز الاتصال، بقول له هيني باب المرحاض، الباب مسكر تسكير كامل، ما في أي حد بدخل أو بخرج منه. قال له إذا هذا المرحاض المهجور يوم الأحد، اليوم صارت الساعة 3 وقرب انتهاء عملنا، يوم الأحد الصبح منيجي ومنفتح المرحاض وانتوا عاملين فيه نفق ومنفحص. طبعا هو يعني في نفق غرفة العمليات، فهين اضطررنا اضطرارا انه لابد من تعملوا فتحة وتطلعوا فتحة من طرف السور، لانه اذا استمرينا للأحد صباحا خلاص هتكشفوا. حننكشف. لذلك بدأنا بتغيير الخطة، انه خلاص بدنا نكتفي وين واصلين. احنا كنا عارفين انه واصلين حد السور. كنا عارفين انه واصلين حد السور، فقررنا ان نخرج من طرف السور، وكان القرار بالفعل اتجهوا الشباب بالحفر بكل همه للاعلى عساس جمعه سبت نكون سبت في منتصف الليل نكون نخرج يعني قبل صباح الأحد. ونجحتم في اتمام الفتح. نعم. هنا طبعا في اليومين هذول في الجمعه والسبت كان لابد من اجراء برضو عمليه اخرى، اللي هي فتح الطريق ما بين الغرفتين مشان نهرب ال 24. عشان الغرف بتتقفل. بتتقفل. فاحنا شو الخطه؟ الخطه كانت راسمينها احنا وعارفين شو بدنا نحفر في السور اللي بين الغرفتين، اللي بين الغرفتين تحت الابراش ممر.
طبعا اشتغلنا فيها خوفا من انه يعني نطول فيها. من تحت الابراش على الارض خلعنا، لازم تشيلوا بلاطات وطوب، بلاط اللي هو احنا بنسميه صغير، بلاط صيني اللي بيبقى في الجنب، اللي يبقى ايوه اللي على جنب الحيط. خلعنا ثنتين وبدانا بدنا الان هذا حفر خارج، بدك تطلع صوت، بدك تدق في الحيط يعني في البطون، يعني مش زي تحت الارض ما حد بيسمعك وفي النهار. فشو الخطة؟ إن بدنا نغمي على هذا السجان، إن ما نخلي يسمع هذا الخبط. فخرجنا مجموعة من اللي بحفروا من الغرفتين وقلنا لهم بدنا نعمل فوضى ضخمة الآن في القسم مشان ما يسمع الصوت اللي قاعد بصير. كنتوا محتاجين وقت قد إيه عشان تعملوا الفتحة دي؟ بدها عمل 4 ساعات تقريبا. أوه. طبعا مش سهل يعني. كنا مقدرين بدها 4 ساعات لنحفر في البطون. طب وهتجيبوا منين ال؟ في عنا حديد، في عنا يعني أمور يعني مرتبين أمورنا، مجهزين يعني كل ما نحتاج. فبدأ كنا أفضل طريقة لعمل الفوضى مباراة كرة طائرة ولعب سلة في الساحة. في الساحة في هناك مكان يعني مسموح للأسرة إنهم يلعبوا كرة طائرة أثناء اللي هو الفورة تاعتهم، أثناء وقت اللي بيعطوهم إياه الساعتين إنهم يشوفوا الشمس. شكلوا فريقين وبدأ طبعا التشجيع. تخيل يعني يوم يكون 60-70 أسير في الساحة. طب هم كل الأسرة دول كانوا عارفين انكم هتلعبوا؟ لا، بس انتوا اللي في الغرفتين. اللي بس اللي في الغرفتين. فبدأ بدأت الصراخ والتكبير والتشجيع، وانقسموا الناس، يشجع هذا الفريق وهذا الفريق. وطبعا كان هلال جرادات ما زلت أذكر معاه فطبول هالسلة، كرة سلة، وبخبط في الأرض مع كل خبطة، واللي في الحيط جوا إيش بخبط معاه. والله بذكر ضابط مسؤول القسم بصرخ بنادي بكل حنيني، تعال تعال، بقول له شو فيه، بسكر ذنيه هيك، هو قاعد في مكتبه داخل بس في طرف القسم، بقول لي خزق ذنيه هلال، خزق ذنيه خليه شوي. قلت له يا زلمه اليوم الجمعه، خليهم الشباب مبسوطين وخليهم كيفين، انت جاي تحرمهم اليوم الجمعه سبت عطله، روحوا اقعد في حته ثانيه، خليهم مبسوطين. قال خليهم مبسوطين، يلا اتركهم. والدق شغال في عمل الحفره. ومن فضل الله استطاعوا الشباب انهم يعني في تلك الفتره انهم يحفروا هذا الحفره. فهذول الحدثين يعني لا شك انهم يعني كانت لهم الوصل النهائية. طبعا الآن بقيتوا يوم الجمعة. نعم. هربتوا السبت ولا ليلة السبت يعني الجمعة بالليل؟ لا، السبت في الليل. لأنه طب والحفرة ديت ما كانتش هتبان في التفتيش الصبح؟ ما احنا شو كنا نعمل، هذه كانت في غرفتي. كنت أنا أقعد، أنا يعني أقعد على البرش اللي تحتيها الفتحة، وانا خلص يعني هم يعني كيف عاملني مسؤول القسم يعني له احترامه. فخلص هو يعني ما بيقولوا له ابعد وزيح وكذا وزي هيك. فكنا احنا يعني مرتبين الطريقه، الحمد لله رب العالمين ما تم كشفها في اليومين هذا، في اخر يومين. كيف بدات عمليه الهروب؟ طبعا احنا تستغرب كنا عاملين في النفق مادين سلك كهرباء بسيط. وطبعا بدك ضوء، بده يحفر وبده إنارة. كنا حاطين فيه لمبتين خالعينهن من مكان ومركبينهن بطريقة كويسة اللي تنور النفق. إشكالية اللي لا يمكن يعني إن قدرنا نتجاوزها، إنه بدنا نخرج بالجانب من اللي هو البرج اللي عليه مجال. ما في مكان آخر. فأنا قلت لكل الموجودين في الغرفة، قلت لهم أنا ببقى على شباك الزنزانية وفيد الكهرباء، بضوي النفق، الطريق أمان، بسحب الكهرباء، وقفوا تطلعوش، في خطر. طبعا أنا عيني كلها على مين؟ على اللي في البرج. على البرج. البرج رصدناه أسبوعين متتاليات في آخر أسبوعين من الهريبة. كان يضل نعمل شفتات أدوار ونسجل كل حركة إله، وانت بتحرك، وانت بكوم، وانت بحمل سلاحه،
بين البرج والبرج كم متر؟ بعيد. يعني لو البرج ده مش عندكم القصة تختلف. نعم. كنا نتابع في كل حركة، وكنا نعرف من هو السجان اللي فوق، ومين فيهم الكسلان، ومين فيهم اللي بنام في الأيام. وكنا نركز كثير على مراقبتنا جمعة سبت، لأنه إحنا مخططين أفضل أوقات الهروب أيام عطلة الإدارة، يعني أيام ترويحة كل الضباط، إلا بضل ضباط العدد. فكان تركيزنا، وكنا عارفين كل شيء، كل هذه التفاصيل كنا عارفينها. في لحظات الهروب الساعة كانت الساعة تقريبا ثنتين بعد فجرا، بعد منتصف الليل، كان الجندي نايم وراك ظهره للعمود ومادد رجليه وحاط سلاحه ومعلق 100% ما في أي مشكلة على الآخر يعني. فأنا أعطيت، طبعا كان في النفق 23 أخ كلهم نزلوا في النفق ورا بعض أنا قلت لهم يعني بنعير، كنا مقدرين كديش، قلت لهم أنا بعطيكم 10 دقائق، إذا ظلت الأمور مسهلة أنا بنزل بخرج آخر واحد. بما فيهم الدروز كانوا معاكم؟ لا، ما شاركوناش لسبب، في اللحظات الأخيرة خفنا إنه السلطة، لأنه كان في توقيع اتفاقيات أمنية، لأن الدروز هيروحوا فين أنتوا؟ الدروز وين بدهم يروحوا؟ ما بيقدروا يروحوا، لأنه هو في يعني ما بيقدروا يهربوا عندهم. احنا كنا خلاص بدنا نهرب في اراضي السلطه، في مدن، في المدن اللي تم تسليمها للسلطه، بنهرب في المنطقه هذيك، والسلطه ما بتقدر تسلمنا يومها. ولكن هم كحاملي للهويات الاسرائيليه طبعا الاتفاقيات الامنيه الوضع مختلف، يعني تجبر السلطه على تسليمهم، فلذلك ما شاركونا في الهروب، وكان القرار قرارهم يعني بعد نقاش معهم يعني. فانا طبعا خرج أول أخ اللي هو عباس أظن، أو عباس بقول إيه، حين وجدنا الفرصة مناسبة خرجنا أنا وإبراهيم وأخ ثالث من الفتح إلى هواء العالم الخارجي، وبحركات خفيفة من المشي السريع تخطينا بضعة أمتار خارج الجدار، تحدون أمنيات على وشك أن تكون واقعة. نعم، بالفعل خرجوا أول اثنين اللي هو عباس وإبراهيم شلاش، خرجوا وقطعوا الشارع وقعدوا بين أشواك جافة. خرج الأخ الآخر اللي هو سمير أبو حفيظة من إخواننا من فتح، هو كان طبعا هم كانوا حفاة وأحذيتهم بأيديهم، هو كان لابس البوت، فعند الخروج وفي آخر البوت على أساس لابس بوت عمل صوت في الحصمة في الحصى اللي على الشارع، ما صح الجندي، ولكن الكلاب كلاب الحراسة اللي داخل السور مش خارج، اللي داخل السور إحساسها عالي. أنا يعني بأم عيني وأنا قاعد على الشباك الزنزاني بدأت تنبح وتعوي بصوت مرتفع جدا وإيش وتقفز على السور. يعني تخيل أنت كلب يقفز على سور السجن على يعني على البطون، يعني مش على حدا، بيقفز وعواء ونباح عالي جدا. أنا طبعا سامع كل صوت وكل شيء، كل حركة حول المنطقة. المراقب الرئيسي بنسميها في البكرة أو في برج المراقب الرئيسي بتصل على الجندي صحى من النوم، بكله شو المال الكلاب بتعوي، طلع يمين شمال قال له ما في إشي، مش شايف إشي. أنا طبعا سامعه بالحرف شو بحكي له، بكله ما في إشي ولا في أي حاجة، سبه طبعا بكله، طب ليش انت مش حامل سلاحك؟ انت سامعه طبعا في الجهاز اللاسلكي، في الجهاز اللاسلكي، بكله ليش انت مش حامل سلاحك؟ ليش مش حامل الكهرباء تضوي؟ راح طبعا تناول سلاحه وجهز السلاح لاطلاق النار وطال واخذ اللي هي الكهرباء، بدا الكشاف يضوي وبحكي معه وانا سامعه طبعا قريب علي هو لانه مقابلي بالضبط، فبقول له ما في شيء. انا طبعا في اللحظات هذيك اعطيت الاشاره انه ما حد يطلع. كان اللي الدور واقف على معتصم موقدي احد الاسرى المؤبدات. طبعا هذا شو قال له المراقب، قال له طب خليك مجهز سلاح، اي حركه اطلق النار، في شيء، ما دام الكلاب بتهجم على السور بهذه الطريقه معناته في شيء.
قال له هيني أنا لافف حول السور وبشوف. قال له في أنا شايف فتحة في طرف السور بس فيها شيء، أنا مش شايف فيها إشي يعني. فقال له خليك جاهز. طبعا ساعتها أو في اللحظات هذه خلاص ما بيقدروا يتقدموا، أي تقدم بيطلق عليهم النار، فبقوا جالسين محلهم. يعني لف السجان شافه، وكان جاب معاه جب من الجيش العسكري، ألقى القبض عليهم. رجعوا طبعا كل اللي في النفق، رجعوا وين؟ رجعوا تاني للزنزان، رجعوا للزنازين للغرفتين. بينما نحن نغوص أكثر فأكثر في فرحة قرب التحرر، فوجئنا بكلاب بوليسية لمحتنا عن بعد وشرعت تنبح وتتراكض تجاه الجدار وترغم الجندية المراقبة على النظر إلى الجهة التي كنا نسير فيها. وبعدها أضواء ساطعة سلطت بالقرب منا، فرمينا أنفسنا على حقل من العشب وإذا به جاف كالحجارة يصدر أصواتا تغذي شكوكا من لم يستطع الجنود، ولم نكد نرفع رؤوسنا حتى لمحناهم يتراكمون حولنا بلمح البصر. ده عباس شبانة. أنا طبعا كل ده قريته وما عرفش أنك كنت جزء من القصة. لا يعني طبعا هم فورا اللي هو شغلوا حالة الطوارئ وإحنا سمعناها، وبدأنا إحنا نرتب حالنا يعني خلاص يعني الأمور قدر الله وما شاء فعل، وبذلنا كل ما نستطيع. لا شك كانت يعني تضايقنا، ولكن يعني في الأخير يعني صبرنا وتحملنا. لا قل لي عملوا فيكوا إيه؟ طبعا الموضوع طبعا هي قصة أخرى هذه، الموضوع طبعا معاناة جديدة، اكتشاف محاولة هروب بهذه الطريقة، نفق بهذا الطول، عدد كبير من الأسرى، يعني كنتم تنجحوا في قضية الهروب. طبعا هم الأكثر شيء تألموا وضربوا واعتدي عليهم الثلاثة، الإخوة الثلاثة اللي هم كانوا خرجوا، عباس وإبراهيم وسمير، لأنهم اكتشفوش أن كله كان طالع. نعم. ثم طبعا مباشرة هم دخلوا إلى الغرفة للستاش وأخرجوا كل الأسرى اللي فيها وأخذوهم على الزنازين وضربوهم، بس أكثر ناس تم الاعتداء عليهم وضربهم الثلاثة الإخوة كما قلت. إحنا في غرفتنا ما اكتشفوا الممر اللي بيننا وبين غرفتهم إلا بعد الساعة 10 صباحا، يعني إحنا بقينا لم نضرب ولا ما أخذنا عقابنا حتى يعني اكتشفوا هذا الممر. نادينا المدير، كنا له في أسير مشان نكمل الفيلم، إنه في أسير إبراهيم المصري اللي ذكرناه. قال له أنا حاول إبراهيم شلش يقنعني إنه يعني إن أهرب معاه، وفتح لي هو إبراهيم، لأنه إبراهيم اللي كان ممسوك يعني في الخارج، فكده يعني هو لابس القضية يعني. قال له هو حفرها وحاول يأخذني معاه وأنا رفضت. طبعا أنا ما وإنتوا بقيتكم قاعدين وملكوش دعوة، ما بخصنا نهائيا يعني. هو عايز يهرب هو حر. نعم. فلذلك إحنا ما تدخلنا، إبراهيم شلش هو اللي حفر واحنا ما قدرنا كله ما، وفضلوا للاخر مش عارفين انكم كلكم شاركين طبعاً في الموضوع. هم ما اقتنعوش، ولكن كاعتراف ما اخذوا اعتراف. يعني اول اعتراف ليك ده؟ طبعا هذا هو. طبعا هي للنكته مباشره يعني. ثاني يوم بعد ما اخذوا اجراءات عقابيه على كل القسم، شو عملوا؟ طبعا دخلوا صادروا كل أغراض الأسرى 140، كل شيء عند الأسرى صادروا، أبكوا غيار داخلي وبشكير فقط منشفة وغيار داخلي، كل شيء مع الأسير سحبوا، حتى الفرشات، فرشات السفنج سحبوها، اللي سحبوا الغطاء وبقيت فرشة السفنج كما هي، وشطة من الحر. صدقا يا أخي أحمد كنا يوم ننام يعني الواحد يكاد ينفجر من شدة حرارة الفرش وحرارة الزنزاني، لأنه حار جدا، ما في مراوح، ما في غطاء، ما للفرش، كل شيء يعني عرق. وخدوا المراوح، كل شيء صادروا، كل شيء، التلفزيونات يعني كل مكتسباتكم راحت، كلها مكتسبات، حتى التلفزيونات، كل شيء. يعني فقط الحديد والبرش الحديد والفرشة السفنج وأواعي داخلية وبشكر. هذا في حد راع عزل انفرادي في المجموعه؟ الاخوه اللي مسكوهم ثلاثه، هم خلص هم تبنوا العمليه. طبعا اعتراف كل الغرفه، ما لناش علاقه،
حتى اللي كانوا كله في النفق ما لناش علاقه. هم اجوا لكيوهم قاعدين على على غر يعني في ابراشهم. طيب انتوا ايش؟ قال لهم والله احنا هددونا اذا بنحكي بقتلونا. والجميع ثبت على هذا الكلام. طبعا هو لا يستطيع يعني في الاخير ما بيقدر يعزل 24 واحد ما بيعترفوا انه شو صار. يعني انا قاعد عبر شيء واحد بحفر في نفق، انا مش جاسوس اجي اقول لك انه هذا بحفر، هو حر انت مش قادر تمسكه، هو حر صحتين وعافي. فهيك ثبتت روايه كل ال 24 ما عدا الثلاث اخوه اللي خرجوا خارج ال بقيتوا مده قد ايه كده بدون تلفزيونات بدون مراوح بدون كل شيء كعقاب جماعي؟ يعني تقريبا طب 3 شهور. طب انت بصفتك انت المسؤول ما تعرضوش لك؟ لا طبعا، انا طبعا استدعوني للجنه التحقيق فدخلت طبعا فيها كبار الضباط، كان اللي جالس ضابط الاستخبارات وانا داخل. وهذه النكته هذا اللي انا فلاح وبتاع وانا داخل على لجنه التحقيق بهز في راسه هيك بقول لي فلاح ابن فلاح 25 متر طول النفق 25 متر وبتقول لي فلاح ابن فلاح ولا يمكن. قلت له شو اعمل لك؟ ضحكوا علي زي ما ضحكوا عليكم، ضحكوا علي. انا ما كنت اعرف ولا بعرف انه هذا في نفق ولا بعرف انهم بحفروا، ما كنت اتوقع. مش جيت وفتشت مرتين بلاطه بلاطه وفتشت كل الدنيا وكل القسم وما لقيته. انا بدك اياني انا القى؟ اذا انت الضابط اللي بتفحص يوم يوم وبتدك يوم يوم وبتفحص باستمرار ومش لاقي شيء، كملت المسرحيه يعني. انا انا بدك القى النفق ما بلقى؟ اذا انت مش لاقي انا بدي القى يعني. فطبعا انا بعدها نقلوني من سجن شطه، عاقبوني يومها 6 شهور زيارات اهل ممنوع. ممنوع زيارات اهل، واخذوا الادوات الكهربائيه واخذوا الاواعي والملابس وكذا، ونقلوني الى بعد فتره الى سجن عسقلان. ومن نصيبي كان لاني موقوف مش محكوم. انت كنت للوقت ده ما تحكمتش؟ ما تحكمتش، فهذا يخفف قانونا بيقدروش يحكمون كثير يعني في العقاب. يعني في اخوه حكموهم سنه ممنوع زياره اهل، انا يعني اكتفوا بستة اشهر. انا هنا برضو هاجل للنقطه المهمه وهي المحاكمه. نعم. انت قلت لي قبل كده ان اي اسير يعتقل هو متهم خلاص. نعم. لكن الفيصل هو هياخد كم سنه سجن. نعم. فدي المحاكمات بقى بتتم على الراحه، يعني انت موجود مؤبد معانا بس هنشوف دول 990 سنه ولا 1000 سنه. نعم. ولا 1500 سنه زي بعض. انت مدان الأسرة. في الاخير انت مدان. مدان. نعم انت مدان. مدان يعني ما حد مش راح تفرق حكمتك بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاث بعد اربعه. يا كانت قول لي كيف كان بيمر اليوم على السجين، يعني يوم في حياه الأسرة كده؟ يعني طبعا الايام مختلفه والا. نعم. لن تستطيعوا ان تستمروا بالصبر هذه السنوات الطويله، ولكن قل لنا كيف كنتوا تروحوا عن انفسكم، كيف كنتوا ترسموا خطه يوم؟ هنا طبعا الأسرى الفلسطينيين استطاعوا انهم يبنوا لانفسهم برنامج ونظام يعينهم على الصبر والتحمل. انا اذكر اللي كنت عايش انا يعني شخصيا في مع ابناء حماس في على مدى اليوم. طبعا الصلوات الخمس جماعه في الزنزانه باستمرار يوميا، صلاة الجمعة بنصلي في الساحة كل القسم، كل من يصلي يخرج لصلاة الجماعة ونخطب هناك، واحد من الأسرة يعني يخطب فينا ويتكلم بما يريد، وإذا بده يتهجم على الاحتلال ويسب على المحتل بأخذوا طبعا بعد الخطبة وبعاقبوا أسبوع زنازين. وعادي في ناس هم كثير كانوا بيحضروا الخطبة ولا طبعا بيسجلوها بالصوت عشان إذا بده يعاقب أسير كله تعال أنت قلت كذا وكذا وكذا يعني قانونا يعني من ناحية قانونية. كان في أسرى بيعينها ودايما يخبطوا فيها؟ طبعا ما في يعني بتفرقش، في ناس مش ما بيسألوا يعني بقول لك أنا مؤبد مدى مين؟ الحياة مدى الحياة. يعني أنا بذكر أحد من الأسرى اللي دائما يعني كانوا العقابات مستمرة، أحد الإخوة إياد أبو حسنة اسمه من إخواننا اللي روحوا معنا في صفقة وفاء الأحرار، كان باستمرار على زنازين العقاب نتيجة هذه الإشكاليات اللي مع مصلحة السجون. من أبرز الناس اللي كان قيادات ومسؤولين وأصحاب يعني حتى في الضرب، يعني كان يضرب ويضرب عندما يعتدى عليه، يضرب السجنين يضرب، ويعني في فترة في مرحلة كسر فك واحد يعني في بوكس يعني. نعم. لو توفيق أبو نعيم أبو عبد الله كان يمتاز بالمتانة وقوة وصلابة
الايد يعني وهو كان احد المسؤولين واحد ممثل يعني ابرز ممثلين الاسرى في تاريخه، والكثير العشرات من الاسرى اللي كانوا يعني مسددين. قال لي ايضا انه راح كثير العزلين. نعم صحيح، عزل لفترات طويله. كمل لي اليوم. فاليوم الاسير نحن مثلا كان عندنا يوميا جلسات للقران الكريم للتعلم، عندنا يوميا جلسات ثقافيه في كل العلوم، تجد جلسات في الفقه، جلسات في التفسير، جلسات في العلوم الإنسانية، جلسات في مثلا تعلم اللغات. كان مسموح لكم بإدخال الكتب؟ نعم، كان عندنا في كل قسم، وهذا طبعا حققناها بالإضرابات والمقاومة السجان، في كل قسم كان عندنا موجود مكتبة. أنت طبعا درست اللغة العبرية وحصلت على انا يعني من يعني عندما طلبنا واضربنا وصممنا ان ندرس في الجامعات سمحوا لنا بعدما نقلنا الى داخل الاراضي 48 ان ندرس، قالوا اذا بدكم تدرسوا في الجامعات فقط ادرسوا في الجامعه العبريه. فانا من جزء من الاخوه اللي رحنا كنا متعلمين متقنين للغه العبريه، صممنا أن نتعلم داخل السجن وسجلنا في الجامعة العبرية. أنا حصلت على البكالوريوس في العلوم السياسية وعلى الماجستير في العلوم السياسية من الجامعة العبرية، من نفس الجامعة العبرية، والحمد لله رب العالمين. خلوكم تروحوا تمتحنوا كل شيء؟ لا في السجن. الامتحان في السجن هي المراسلة عن بعد، ويسمح للدكتور يأتي مرتين في الفصل إذا بدك تلتقي معاه في السجن في غرفة الزيارة، وفي غرفة زيارة الأهل كنا نقدم الامتحانات، يأتي المراقب من الجامعة الدكتور ويجيب لنا الأسئلة ونجلس 4 ساعات نمتحن في كل مادة، وهكذا ما كنا نخرج من السجن. فداخل أسوار السجن في أسرى كتير تعلموا وأتقنوا، في مجموعة من الإخوة اللي تعلموا في الجامعة العبرية وحصلوا على البكالوريوس وحصلوا على الماجستير نعم، وهم في السجن في داخل زنازين المحتل. طبعا هذا جزء مهم ويساعد يعني حتى في السنوات الأخيرة استطعنا من فضل الله تعالى أن نتفق مع بعض الكليات في غزة إنها تعترف في تدريس السجون، وزودتنا في كل المواد، واستطعنا نخرج 3 أفواج من الدبلوم داخل السجون، لأن كان عندنا كفاءات علمية من درجة الدكتوراه والماجستير من المعتقلين وكان بإمكانهم يعلموا. والآن أنا كما سمعت أيضا الأخ مروان البرغوثي فك الله أسره وجميع إخوانه عامل اتفاقا أيضا مع جامعة القدس المفتوحة، وهو كحاصل لشهادة الدكتوراه يدرس بعض المواد لجامعة القدس في داخل السجون، ويعطي الأسرى اللي بيعيشوا معاه الشهادات لمن أراد أن يدرس ويتعلم. في الحلقة القادمة نسمع شهادتك حول المحاكمة، كيف تجري المحاكمات والمؤبدات الكثيرة اللي بعض الناس واخدين 50 مؤبد و 1500 سنة سجن وغيرها، نتابعها في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لك، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة عبد الحكيم حنيني، أحد مؤسسي كتائب الشهيد عز الدين القسام وأحد الأسرى المحررين. في الختام أنقل لكم تحية فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.